إذن ولتحليل أداء الأسواق العالمية معنا السيد رائد الخضر وهو كبير استراتيجي للأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا رائد، كل عام وأنت بألف خير. دعنا نتابع حركة الذهب الذي استفاد الحقيقة في الآونة الأخيرة وسجل مكاسب عند أعلى مستوياته في 6 أشهر، ويمكن هذا الثاني شهر له على التوالي بيقدم هذا الأداء الإيجابي، واختتم تداولات العام الفائت فوق مستويات 1830 دولار للأونصة. برأيك رائد، في ظل تفاوت الآراء بشأن الركود الاقتصادي بحسب IMF وغيرها وتسابق البنوك المركزية العالمية حول سياسة التجديد النقدي، هل سيستمر الذهب بالتحرك بشكل إيجابي وما هي المستويات المستهدفة القادمة؟ يعني أعتقد كريستالينا جورجيفا رئيسة بنك أو الصندوق النقد الدولي هي السبب بطريقة أو بأخرى بإشعال فتيلة الارتفاعات الحادة التي شهدناها على أسعار الذهب. التخوف والقلق الكلمة أنه يكون في عندنا ثلث الاقتصادات العالمية متجهة إلى ركود اقتصادي لا محالة، و50% من الدول الأوروبية سوف تكون في ركود اقتصادي في 2023، ذلك يثير القلق والتوتر في الأسواق إجمالا، ودعم بشكل أو بآخر ارتفاعات أسعار الذهب اللي شفناها تجاوز مستويات 1830 دولار للأونصة. أنا عن مستوى فني أرى أنه تجاوزنا 1825 واستقرارنا وإغلاقنا فوق تلك المستويات يفتح المجال إلى مزيد من الارتفاعات قد تصل على الأقل نحو 1870 دولار للأونصة خلال التعاملات هذا الأسبوع. ولكن رولا إذا بدنا ننظر إلى المحفزات لارتفاع الذهب فالمحفزات كبيرة. الذهب حقيقة في الوقت الراهن هو مقيم بأقل من المستوى العادل له، بنفس الوقت يوجد هناك قلق من أن يكون في عندي كراش أو هبوط حاد في أسواق الأسهم بنتيجة عملية تسعير لركود اقتصادي مقبل، وخصوصا مع استمرار تشديد السياسة النقدية من معظم الاقتصادات العالمية. نعم رائد، العام الماضي كان هدف الفدرالي الأساسي طبعا هو احتواء وكبح جماح التضخم الذي وصل لأرقام قياسية مهما كلف الأمر، قام برفع سعر الفائدة العام الماضي منذ بداية مارس حتى ديسمبر وصلت تقريبا بين 4.25% ل 4.5%، هي أعلى وتيرة الحقيقة منذ الثمانينيات. فبرأيك هل رح نرجع نشوف مثل هذه الوتيرة العام الحالي أم حتكون أبطأ نوعا ما، وشو ممكن تكون تداعيات هذا الموضوع التسارع في عملية رفع أسعار الفائدة تأثيره على كل الأطراف؟ يعني النقل السريع بأسعار الفائدة من مستويات متدنية إلى مستويات مرتفعة نحن نعلم تماما، يعني لن نقرأ التاريخ فقط إنما نحاول نحلل. الفيدرالي كان متأخر بعملية استيعاب أن التضخم هو ليس مؤقت وإنما ممكن أن يكون أثره مستدام، ونتيجة تأخره في عملية تشديد السياسة النقدية وإبقائه على سياسة تحفيزية لفترة طويلة نسبيا كانت دون استشعار أن هذا التضخم سوف يكون أثره سلبي ويحتاج إلى تغيير شديد وعنيف بالسياسة النقدية، من أنه كنا يعني صفرية أسعار الفائدة إلى مقاربة 4.25%. ما نشاهده حاليا هو العواقب لهذا التشديد. عواقب هذا التشديد أنه راح يكون في عندي نمو اقتصادي غير مبرر حقيقة أنه بهذا الارتفاع بالفترة الماضية، وسوف يتم هدمه سريعا بنتيجة تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، أي أنه ربما نستثني فقط نوعا ما يعني بعض القطاعات في الاقتصاد الأمريكي، ولكن ذلك سيدق نواقيس الكريدت وارتفعت التكاليف الاقتراض بالنسبة للمنازل وبالنسبة للأفراد والشركات، ذلك سوف يقيم الأصول بغير أسعارها، سوف يضغط بشكل كبير جدا على البنوك وعلى ميزانيات البنوك، بالتالي مع أي هبوط حاد في أسعار أوراق الصرف أو الأوراق المالية ممكن تكون أسهم أو سندات سوف يكون هناك مشاكل كبيرة يعاني منها الاقتصاد لفترة ممتدة وطويلة، مثل تماما أزمة الكريدت اللي كنا شفناها بعام 2007.
طب خلينا نرجع لسوق الطاقة، الغاز اللي كان يشكل تهديد كبير جدا في 2022 بانقطاعه وأسعاره الباهظة جدا، يتراجع منذ بداية تعاملات اليوم عند أقل مستوى له منذ فبراير 2022، في الوقت اللي بيشهد فيه العالم أزمة طاقة بسبب العوامل الجيوسياسية، تأثيرات مستمرة الحرب الروسية الأوكرانية، واللي كانت أصلا محرك أساسي في تعاملات أسواق الطاقة خلال العام الماضي. برأيك رائد، ما هي أسباب التي دفعت الغاز للتراجع بهذه الوتيرة؟ ما تنسى أن احنا فصل شتاء، يعني بالعكس الطلب على هذا الوقود تحديدا مهم جدا خلال هذه الفترة، تأثير ذلك على الأسواق العالمية. حقيقة رولا، يعني نتيجة تحفز الدول الأوروبية وتهيئها لأسعار مرتفعة كانت للغاز الطبيعي، ونتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، اضطروا إلى أنه يكون هناك تخفيض للطلب بشكل غير مباشر، وبالتالي هذا التقنين بالاستهلاك والطلب على الغاز انخفض بنسبة 50% الطلب في بعض الأوقات على الغاز الطبيعي، وذلك ضغط فعليا على أسعار الغاز بالاتجاه الهابط، كذلك نتيجة إلى اعتدال الجو نوعا ما ببعض الدول الأوروبية سبب عدم الطلب الكافي، وبنفس الوقت احنا عندنا ذلك ايضا ضغط ووجود الإغلاقات السابقة في الصين التي كمان خففت من التوتر. اجمالا اذا بدنا ندرس ايضا البدائل التي تم توفيرها عن الغاز الطبيعي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، راينا الفحم الحجري كيف يعود مجددا للاستهلاك، راينا العديد من المحاولات للبحث عن حلول بديلة عن الغاز لأنه ارتفع بشكل حاد، بالتالي من المتوقع بشكل كبير جدا أنه يستقر دون مستويات 4.5 بالنسبة للغاز الطبيعي طبعا بالفترة القادمة 4.5 دولار، وممكن جدا أنه نشاهده إلى مسار هبوطي أكثر كل ما نحن أقبلنا بالفترة القادمة إلى تفكك الأزمة والتوترات الجيوسياسية التي تحدث في أوروبا. نعم، وأنا أشكرك ضيفي السيد رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي.